حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف الماك بوك اير. ليش قررت اسوي الماك بوك اير؟ لان دزوا لنا اياه اي ماركت. هو الجهاز الوحيد اللي حين ينباع في ابل ياخذ يو اس بي وياخذ اس دي كارد، يعني اللابتوب الوحيد اللي يسوى حين تشتريه من ابل هو الماك بوك اير. جهاز مو جديد لكن من احسن اللابتوبات اللي نزلت، مثل بلاستيك خفيف، في وايد ناس بطلوه من قبل وجهاز هذا مو جديد، لكن حبيت ابطل معاكم ونشوف الماك بوك اير اللي دزوا لنا اياه اي ماركت. شكرا جزيلا. ونشوف هني اللابتوب من ابل، الماك بوك اير خفيف جدا وحجمه مناسب حق الناس اللي يسافرون وايد. الكرتونه تي معاها شحن، تي معاها كتيب صغير عليه قطعه بلاستيك خفيفه، نشيلها مع بعض الحين، نفس اللي تكون على الايفون اول ما تشتري الايفون. جهاز جدا خفيف، جهاز جدا جذاب، واشوفه من احلى اللابتوبات اللي نزلوهم ابل. اهم شيء ان عندك يو اس بي وثاندر بولت من الجهه هذه، يو اس بي هيدفون جاك والباور. ال 13 بوصه يكون في زياده اس دي كارد، حجمه مناسب جدا حق الناس اللي يحبون يسافرون. ما في تراك باد بالسوق يقارن بدقه الماك بوك. كل اجهزه الماك تقدر تركب عليهم الويندوز. اهم ميزه في الماك بوك اير ان بطاريته تطول 12 ساعه، ولما ابل يقول لك تطول 12 ساعه يعني تطول 12 ساعه، لان شاشته ما فيها ريزولوشن عالي، شاشه الماك بوك اير نفس ما هي اول ما نزل الماك بوك اير وللحين. لكن اشوفها ممتازه. طبعا اذا عندك ابل تي في تقدر توصله بالابل تي في على طول. اذا عجبتكم هذه الحلقه سووا لايك وسووا سبسكرايب عشان ما تفوتكم الحلقات الجايه من ازب، وحياكم بالزبده.